الثانية من دروس التهيئة والاستعداد. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الأول الابتدائي. إذا درسنا اليوم هو الدرس الثاني، وسوف ندرس ما تبقى من المجموعة الثانية وأيضا المجموعة الثالثة من كتاب التهيئة والاستعداد. إذا مستعدين؟ جاهزين؟ نبدأ. بسم الله وعلى بركة الله. إذا وقفنا عند هذه الصفحة، إذا نلاحظ ماذا يوجد بهذه الصور. نلاحظ الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة وهذه الصورة وأيضا هذه الصورة. إذا نلاحظ من هو الأكبر، هذه أم هذه الصورة؟ أين الأكبر؟ إذا نضع دائرة حول الشخص الأكبر. إذا ما شاء الله، إذا هذا هو الشخص الأكبر وهذا الأصغر. أما هنا فهذه الصورة وهذه الامرأة هي الأكبر. إذا أحسنتم، هنا الأكبر وأيضا هنا الأكبر. إذا نفتح على هذه الصفحة، نلاحظ الأكبر هنا الأكبر وهنا الأكبر. كيف عرفنا أن هذا الأكبر؟ إذا ننظر إلى شعره، لقد اكتسب البياض. أما هذا فشعره أسود. إذا هنا الكبير وهنا الصغير، هنا الكبير وهنا الصغير. أحسنتم يا أحبائي، بارك الله فيكم. ننتقل إلى الصفحة الثانية ونلاحظ ونميز ما هو الشيء المختلف في هذه الصورة. إذا لدينا مجموعة، لدينا قلم، قلم آخر، إذا مجموعة أقلام، لمحة، مسطرة، كتاب، تلفاز وجوال. تلفاز وجوال. إذا ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ قلم، مسطرة، لمحة، كتاب، كل هذه أدوات مدرسية. إن التلفاز والجوال هو الشيء المختلف. إذا نضع دائرة هنا حول الشيء المختلف. إذا هذا هو الشيء المختلف. أما هذه كلها تستخدم مع بعض، كلها نستخدمها في المدرسة. إذا بارك الله فيكم يا أبنائي. بعد ذلك ننتقل إلى الصفحة التي بعدها ونتذكر جميعا هذه الطريقة التي قلنا لكم في الدرس السابق، الطريقة الصحيحة لمسك القلم. لابد يا أبنائي أن نمسك القلم بهذه الطريقة، لابد أن نمسك القلم بهذه الطريقة. هذه هي الطريقة الصحيحة لمسك القلم، انظروا إليها جيدا. إذن هنا نمسك القلم بهذا الشكل، نضعه على الإصبع الأوسط ونمسك به بالسبابة والإبهام. إذن هذه السبابة وهذا الإبهام. هذه اليد هي اليد اليمنى، أما هذا هذه اليد فهذه اليد اليسرى. إذن هذه اليد اليسرى، إذا كنا نمسك القلم باليد اليسرى نمسكه بهذه الطريقة، أما إذا كنا نمسك القلم باليد اليمنى فبهذه الطريقة. إذن بارك الله فيكم يا أبنائي، تعلمناها في الدرس السابق والآن نعيدها ونقول أن هذه هي الطريقة الصحيحة لمسك القلم. إذا لابد أن نمسك القلم بهذا الشكل، إذا لابد أن نمسك القلم بهذا الشكل. أما إذا مسكناه بطريقة أخرى فتصبح الطريقة خاطئة. بارك الله فيكم، ممتازين، أحسنتم،
جميعا نمسك القلم بهذه الطريقة. إذا أحسنتم يا أبنائي، وكما قلنا لكم لا بد أن نركز على هذه الطريقة. والآن كل واحد منكم يمسك القلم وينظر إلى الصورة، هل هو مسك بالطريقة الصحيحة أم لا؟ إذن ونفتح على هذه الصفحة وننظر هذه الصور، ماذا ينقصها؟ هناك شيء في كل صورة ناقص. إذن هنا ماذا ناقص؟ هنا ماذا ناقص؟ أحسنتم، جناح الطائرة. إذن جناح الطائرة هو الناقص. وهنا في السيارة ماذا؟ ماذا الناقص في السيارة؟ إنه الإطار. إطار السيارة ناقص، أو كفر السيارة ناقص. بارك الله فيكم. أما الأرنب، من يقول ما هو شيء ناقص؟ إن أذن الأرنب ناقصة. إذن أذن الأرنب ناقصة. أحسنتم يا أبنائي، إذن نرسم الناقص. قلنا هنا الجناح، وهنا الإطار أو الكفر، وهنا الأذن. أما الساعة فناقصها عقارب الساعة. إذن عقارب الساعة ناقصة. لابد أن نمسك القلم أولا بهذه الطريقة، ثم نكتشف الشيء الناقص ونلونه. أحسنتم يا أبنائي وبارك الله فيكم. بعدها ننتقل إلى الصفحة الثانية، أيضا نكمل الشيء الناقص ونلونه. نكمل الشيء الناقص ونلونه. ننظر إلى الصورة، إذن هذا إنه ناقص. العصا، عصا اللعبة ناقصة. وهنا الوردة ناقصة. إذن بارك الله فيكم يا أبنائي الصغار، هنا ناقص وهنا ناقص. نكمل الناقص ثم نلون، ولا بد قبل أن نلون أن نمسك القلم بالطريقة الصحيحة. إذا لابد أن نمسك القلم بالطريقة الصحيحة. أحسنتم يا أبنائي وبارك الله فيكم. أيضا هناك شيء ناقص، ما هو؟ يا رجل الغزال. إذا نكمل ونلون، وهنا أيضا كرة الشمس. ناقصة. إذا نكمل ثم نلون، ونتذكر جميعا مسك القلم بالطريقة الصحيحة. إذا بهذا ننتهي من المجموعة الثانية. إذا درسنا ما تبقى من المجموعة الثانية، قلنا أن نتذكر ونميز الأكبر من الأصغر، ميزنا الأكبر من الأصغر، ولاحظنا هنا الشيء المختلف، لاحظنا أن هناك جهاز مختلف عن بقية الأدوات الموجودة.
ثم انتقلنا إلى الصفحة التي بعدها وتذكرنا جيدا ما درسناه في الدرس السابق، الطريقة الصحيحة لمسك القلم. إذا هذه هي الطريقة الصحيحة لمسك القلم. ثم نكتشف الشيء الناقص ونلون، نرسم ثم نلون. إذا نكتشف الناقص ثم نرسمه ثم نلونه. وأيضا في هذه الصفحة نكتشف الشيء الناقص من خلال الصورة ونلونه في هذه الصورة، وأيضا الصورة هذه من صورة الوردة وصورة الرجل حامل اللعبة. ثم صورة الغزال أيضا هناك شيء ناقص، وصورة المنزل والكوخ وشيء ناقص. بارك الله فيكم يا أبنائي، أحسنتم. ننتقل الآن إلى المجموعة الثالثة من كتاب التهيئة والاستعداد. إذن ننتقل الآن إلى المجموعة الثالثة من كتاب التهيئة والاستعداد. نبدأ على أولى صفحات هذه المجموعة ونتعرف على المسميات ونسمي الصور بأسمائها الصحيحة. إذن لدينا أربعة صور، صورة هذه وهذه وهذه وهذه. إذا ما هذا؟ غرفة فيها تلفاز وجلسة، ماذا نسميها؟ غرفة الجلوس. أحسنتم، إنها غرفة الجلوس أو صالة الجلوس. غرفة الجلوس أو صالة الجلوس. أما هذه الغرفة فيها سرير، ماذا نسميها؟ أيوة يا أبطال، إذا نسميها غرفة النوم، غرفة النوم. أما هذه فهذا هو المطبخ. إذا هذا هو المطبخ، وهذا وهذه هي دورة المياه. إذا هذه دورة المياه، وهذا هو المطبخ، وهذه غرفة النوم، وهذه صالة الجلوس أو غرفة الجلوس. إذا كل هذه الصور موجودة في منازلنا. إذا المنزل يحتوي على صالة الجلوس وغرفة النوم والمطبخ ودورة المياه. بارك الله فيكم يا أبنائي. إذا نتعرف مرة أخرى، صالة الجلوس، غرفة النوم، المطبخ، دورة المياه. أحسنتم يا أبطال. الصفحة التي بعدها، ننتقل إلى الصفحة التي بعدها وننظر ونقلد الصوت. إذا نتعرف على هذه الحيوانات، ما هذا الحيوان؟ إنها بقرة. إنها بقرة. وهذا الحيوان إنه أسد. أسد. خروف. خروف. حصان. حصان. إذا تعرفنا على أسماء هذه الحيوانات، بقرة، 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 أسد، أسد، خروف، خروف، حصان، حصان. إذن الآن دعونا نقلد أصواتها. هيا بسرعة نقلد صوت الأسد، ممتازين. نقلد صوت الحصان، أحسنتم. صوت الخروف، هيا قلد صوت الخروف. قلد صوت البقرة، إذن قلد صوت البقرة. بارك الله فيكم يا أبطال، وأحلى تحية لكم. ما شاء الله تبارك الله، ممتازين يا أبطال. إذن قلدتم الآن هذه الأصوات، وبعد أن قلدناها ننتقل إلى الصفحة التي بعدها. إذن ما
هذه الصور، نتعرف على أسماء هذه الصور، غيوم، نجوم، بيت، برتقال، عسل، عسل، برتقال، بيت، نجوم، غيوم. إذن عندما نسمع الصوت، عندما نسمع اسم أي صورة نضع دائرة حولها، مثلا إذا قلنا عسل نضع دائرة حول العسل، بيت وضعنا دائرة على البيت، غيوم، برتقال، نجوم. نعيد مرة أخرى، عسل، عسل، غيوم، برتقال، نجوم، بيت، بيت. بارك الله فيكم، أحسنتم يا أبطال. بعدها ننتقل إلى الصفحة الثانية. نلاحظ، ماذا نلاحظ هنا؟ إذا دعونا ننظر إلى هذه الصورة، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هنا طاولة، وهنا كتاب، كتاب آخر، كتب، أيضا هنا نفس الطاولة، ولكن الكتب فوق الطاولة، وهنا تحت الطاولة، إذن كتب تحت الطاولة، أما هذه الكتب فوق الطاولة، إذن فوق، فوق، وهنا تحت، فوق، تحت، فوق، تحت، فوق، تحت، إذن هنا الكتب تحت الطاولة، وهنا فوق الطاولة، أيضا هذه القطة والفأر، إذن الفأر هنا خلف القطة، الفأر هنا خلف القطة، أما الفأر هنا أمام القطة، إذن أمام، 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 خلف، 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 أمام، خلف، أمام، فوق، تحت. إذن لاحظنا أن هناك فرق بين فوق الطاولة وتحت الطاولة، خلف القط، أمام القط. فاهمين الدرس؟ إذن هنا أمام، هنا خلف، هنا تحت، هنا فوق. لابد أن نسمي هذه الأشياء بمسمياتها. بارك الله فيكم. أما الصفحة التي بعدها أيضا نلاحظ أن هنا عش، وهنا عش، غصن شجرة عليه عش، غصن شجرة وعليه عش، ولكن هذا العش ماذا يوجد به؟ هنا العصفور خارج العش، أما العصفور هذا فهو داخل العش، إذن داخل، خارج، خارج العش، داخل العش، خارج العش، داخل العش، إذن الداخل والخارج، فرق بين من هو داخل العش وفرق بين ما هو خارج العش، إذن خارج العش، خارج العش، داخل العش. بارك الله فيكم، أحسنتم يا أبطال. ونتذكر مرة أخرى، ما هي الطريقة الصحيحة لمسك القلم؟ إذن تذكرنا أن هذه هي الطريقة الصحيحة لمسك القلم، إذا نمسك القلم ونساعد عمر، نساعد عمر إلى أن يصل إلى المنزل، ونساعد عمر إلى أن يصل إلى المسجد. إذن يذهب عمر من هنا ثم من هنا ثم من هذا الطريق ثم هذا الطريق ثم من هنا إلى أن يصل إلى المسجد.
إذن بارك الله فيكم يا أبنائي، قلنا لكم أن هذه هي الطريقة الصحيحة لمسك القلم. إذن وساعدنا عمر في ذهابه من البيت إلى المسجد بأسهل الطرق. إذن مسكنا، لابد أن نتذكر جيدا هذه الصورة، هذه الصورة مهمة جدا جدا لنا في بداية دراستنا. لابد أن نمسك القلم بالطريقة الصحيحة كما في الصورة. إذن دعوا أحد يساعدنا أن نمسك القلم بهذه الطريقة. بارك الله فيكم يا شطار وأحسنتم. ننتقل إلى الصفحة الأخيرة من المجموعة الثالثة. إذن لدينا هذه الصورة، صورة ماذا؟ مسجد، مسجد، ما، 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 بيت، ب، 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 لبن، لا، لا، لا. إذن نلون هذا الحرف الماء باللون البرتقالي. إذن ما، ما، ما مسجد، ما مسجد، ما مسجد، باء بيت، باء بيت، باء بيت، لا لبن، لا لبن. إذن ما مسجد، ما مسجد، ما مسجد، باء بيت، باء بيت، لا لبن، لا لبن. إذن أحبائي الصغار، هذه هي الصفحة الأخيرة من المجموعة الثالثة. إذن بهذا ينتهي درسنا اليوم. نعيد عليكم المجموعة الثالثة. إذا تعرفنا على محتويات البيت، صالة الجلوس وغرفة النوم والمطبخ ودورة المياه، ثم انتقلنا وقلدنا أصوات هذه الحيوانات: بقرة، أسد، خروف، حصان، ثم وضعنا دائرة حول الصورة التي سمعنا اسمها، ثم انتقلنا بعد ذلك وعرفنا أن هذا فوق الطاولة وهذا تحت وهذا خلف وهذا أمام وهذا أمام، وهنا خارج وهنا داخل، داخل العش، خارج العش. ثم عدنا مرة أخرى وتذكرنا هذه الصورة وهذه هي الطريقة الصحيحة لمسك القلم، وساعدنا عمر إلى أن وصل إلى المسجد، ثم درسنا بعض الأحرف: حرف ما مسجد، ما مسجد، با بيت، با بيت، لا لبن. شكرا لكم يا أبطال، مع السلامة، نلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.